السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت بس عايز أسأل حضرتك، هو يعني إيه الراجح من السلامي وعن الرسول صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم والسلام. في الشرعية لو حد مثلا شاكك في سحر أو الحاجات دي؟ اختصارا دون أن تذهبي إلى شيخ ولا محضرات إلى العفاريت ولا واحد يقول لك أنت ملبوس عفريت جاي من المكسيك، ولا يبص في عينيك يقول لك ده في عفريت بيجري، كل هؤلاء دجالون. أنت اختصارا اطفلي في يديك طف طف طف، واقرأي سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وامسحي وجهك ورأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات. وإن شئت فعلت ذلك بالفاتحة، وإن شئت فعلت ذلك بآيات الكرسي، وإن شئت فعلت ذلك بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة مع الذكر والدعاء اللهم اصرف عني السوء، اللهم عافني، اللهم اشفي أنت الشافي. كل النصوص هذه اشفي أنت الشافي. الرسول عليه السلام سحر صلوات الله وسلامه عليه، ما راح والله الواحد قال له أنت عندك عفريت ركبك من مكتك أبدا، إنما سحر فدعا ودعا ودعا. اجتهدي في الدعاء، والرسول قال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. فأنت استمري في الدعاء وفي الأذكار ولا تفكري كثيرا. ممكن سليمة وكل شيء، لكن واحد مجنون قال لك لا ده أنت لابسك عفريت، واحد متخرج كذاب يقول لك أنت لا عفريت قال لك يوم الجمعة وأنت كنت نايمة ولا داخل الحمام، كلها تخرصات كلها تخرصات. ولا تقولي شيخ ولا ما شيخ في هذا الباب، أنت أصبت بشيء تشعري بشيء من ذلك، الذكر والدعاء، الذكر والدعاء. لا تذهبي لأي شخص ولا واحد يقول لك هيطلع أهو، ويطلع من جسمك ويطلع من عينك ويطلع من شفايفك، كل هذا الكلام يبتعد عن هذا التخريف. مش شك أنك ممسوسة، الدعاء والذكر. الرسول سحر فدعا ودعا ودعا، استمر أكثر من شهر يدعو عليه الصلاة والسلام. فأرجوك لوجه الله لا تذهبي لأي واحد من هؤلاء. نحن مسلمون ونعتقد أن الذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله. أما واحد يضحك عليك يقول لك ده أنت لابسك عفريت وأنا شايفه في عينيك بيجري هو، ويخرف عليك ويدجل على الناس، وأنا جايب لك عشب جاي من الهند وجايب كرات مطحون ويبيعه لك ب 500 جنيه، أو زيت زيتون معفن ويقول لك ده زيت زيتون ده انا جايبه من مش عارف من الباكستان، وياخد فلوسك ودهني الصبح 3 مرات والعصر مش عارف 20 مره، والعفريت ما بيحبش كده، كل الكلام ده سيبك منه. ايوه صح، ربنا يبارك لحضرتك والله. اظن انك ابتليت بكده. انا الحمد لله لا خالص والله، انا اصلا كنت لا يعني اقصد اللي ضحكوا على الناس، يعني ضحكوا على الناس ويقول لك المجلس، واحد منهم من الدجالين هؤلاء يقول لك المجلس ب 300 جنيه، ولا استاذ كليه الطب يقول لك المجلس ب 300 جنيه والمواصلات عليكم. الله يبارك فيك.